الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أهل الإسلام لنا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، فالمسلمون لهم في العام عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وعيد في كل أسبوع وهو يوم الجمعة. فلا يجوز لأي مسلم كائنا من كان أن يزيد على هذه الأعياد، لأن العيد عبادة من العبادات، كما أن الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، ولا يجوز لك أن تزيد فيها. فكذلك الأعياد لا يجوز للمسلمين أن يزيدوا في أعيادهم. ونحن نشهد في الأيام القادمة احتفال كثير من المسلمين إلا من رحم الله بأعياد رأس السنة الميلادية. فهذا العيد ليس هو عيد للمسلمين، ولم يشرعه الله تبارك وتعالى لنا ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو عيد خاص بالنصارى. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا العيد متعلق بعقائد، لذلك ذكر العلماء أن أعياد اليهود والنصارى أشد حرمة وغلظة من أعياد المشركين، لأن المشركين أعيادهم لهو ولعب، أما النصارى فإن أعيادهم أعياد فيها عقائد، لذلك هي أشد حرمة من غيرها. فالنصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام قد ولد في هذه الأيام، ويعتقدون أن عيسى هو الله، ويعتقدون أن عيسى ابن الله، ويعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، فكفرهم الله تبارك وتعالى بهذه العقائد. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفرهم جملة. فقال لا، قال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فإذا احتفلت معهم في هذه الأيام فأنت تحتفل على أن الله له ولد، شئت أم أبيت، لأن هذه هي مناسبة هذه الأعياد، تحتفل بأن الله ثالث ثلاثة. وهذه شتيمة لله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي: يشتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك، يقول: إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى ليس له مثيل، وليس له كفر، وليس له نظير. هذا القول الذي يقوله النصارى في الله سبحانه وتعالى
تكاد السماوات منه تنفطر والأرض منه تنشق والجبال منه تنهد. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فلا يجوز لمسلم أن يحتفل معهم وهم يعتقدون هذه العقائد الفاسدة الباطلة، ويعتقدون أيضا أن الله أن عيسى عليه السلام قد قتله اليهود وصلبوه. وقد قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا كان اليهود قد صلبوا الله، صلبوا عيسى وقتلوا عيسى وهم يقولون إن عيسى هو الله، فكيف يقتل اليهود الله؟ وكيف يصلب اليهود الله تبارك وتعالى؟ وكيف تحمل المسامير والخشب الذي صلب فيه عيسى صلبه اليهود الله تبارك وتعالى؟ هذا يعني أن اليهود أقوى من الله والعياذ بالله. فكثير من الناس يحتفل معهم ولا يعرف ما يفعل وما تأتي به هذه العقائد وما تقوده إليه هذه الاحتفالات من عقائد، فإنها عقائد باطلة، فإنها عقائد فاسدة، ولا يجوز تهنئتهم. لا تقل إنهم هنؤونا في عيد الأضحى فنهنئهم في عيد الكريسماس وفي عيد رأس السنة، لا، فإن عيدك حق وعيدهم باطل. عيدك من توحيد الله سبحانه وتعالى، وعيدهم من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلمون من هذه الأيام أن يخرجوا في هذه الليالي، ليالي رأس السنة، فيخرجوهم أو يخرج أبناءهم وبناتهم، فإن هذه الليالي ليالي تنزل فيها السخط وتنزل فيها اللعنة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اجتنبوا اليهود والنصارى في أعيادهم فإن السخط تنزل عليهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فإن من تشبه بهؤلاء في هذه الأعياد فإنه منهم كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على كل ولي أمر أن يكون قيما على أسرته، لأن الله تبارك وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. فأنت في بيتك راع ومسؤول عن رعيتك، والله سائلك عمن يخرج إلى هذه الاحتفالات. فلا تكن ديوثاً ترى المنكر في أهلك، وترى البنات والأخوات والزوجات يخرجن من البيوت وهن بكامل زينتهن وباللبس الضيق يخرجون ليحتفلوا مع الشباب في هذه الأيام، وأنت تنظر بعينيك ولا تحرك ساكناً. فهذه من الدياثة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: لا يدخل الجنة ديوس. وهذه الأيام وفي يوم رأس السنة تحديدا هو يوم تكثر فيه الفواحش،
ويكثر فيه الزنا والدعارة والعياذ بالله، ويعلم ذلك بعد 9 أشهر و10. فاتق الله في أهلك، واتق الله في نفسك. ومما انتشر أيضا في هذه الأيام أن بعض النصارى قاموا أو يقومون بتوزيع الأناجيل للشباب حتى يقرأوا فيها، فهذا الفعل أي قراءة الأناجيل محرمة في دين الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما جاء في سنن الدارمي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد أُتي أو أخذ صحيفة من توراة يقرأها، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه واحمر وجهه، وهو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أحدهم: أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالله لو أن موسى ابن عمران حيا كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على الأنبياء جميعا أنهم إذا جاء رسول مصدق لما معه أن يؤمنوا به ويعزروه وينصروه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلو كان عيسى ولو كان موسى ابن عمران وجميع الأنبياء الآن أحياء لما وسعهم إلا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء النصارى اليوم إضافة إلى العقائد الباطلة التي ذكرناها من أن لله ولد، من قولهم أن لله ولد وأنه ثالث ثلاثة، أنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون هو كاذب، ويقولون أنه ليس رسول من عند الله جل وعلا. وإلا لماذا لا يؤمنون به، برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكن عزيزاً يا عبد الله، كن عزيزاً بدينك، ولا ترضي هؤلاء بأن تجاملهم، فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، كما قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلنحذر يا عباد الله من هذه الأيام أن نحتفل فيها، فربما تنزل عليك سخطة بخروجك ولعنة بخروجك توبق عليك دنياك وآخرتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.